قال لي على اك سنترال زيدوا لي تما يحدى نايف وحده سميتو وحده حركاس وحده حركاس ولا حدا نيمبورت كي راه جوج ما كافيهناش في المغرب راه عباد الله راني راه مرات انا بحالي بحالكم راني انا باغي ندادكم بدافريكم باش نريح اخويا نبيل بقاش تشوفني كاع انا في هذه الماديه هذه وي فهمني اش بغيت نقول لكم انا اخويا بغيت ندادكم بدافريك انت انا والله نمشي نرتاح اخويا نبيل راه جوج ما كافيهناش والله ما كافيه راه مصر فاش بغات ديها في 2006 راه لعبات بثلاثه وانا ما كنبغيش ندير هاد الاسقاطات هادوك بحال هكاك اخويا نبيل ولاني كنشوف راسي كيدير انايا وكيتبان ليا بانني انا فيلنيرابل اخويا نبيل كنتخاد في الدار كتضيع ليا اللعابه ديالني فراجيل في الميليو تيران كيخسروا لي ديوال اي نعم ما كديهاش ليهم من رجليهم بواحد الطريقه سهله ولاني كاينين شي حوايج كيخلعوني بحال هادوك اللي دويتي عليهم طوطالي لي ديفونسور ديالي عندي واحد اللي ما كيتخادش في لاكورس اللي هو نايف حركاس في صورتي البال ديالو زوينه فهمتيني في لي زانتير القراءه ديالو مزيانه فهمتيني جو بي ديالو مزيان كويري الدري شويه ثقيل فهمتيني جو تيت عنده جو تيت عنده مويان فهمتيني ولاني ثقيل بان ماشي ثقيل بان مي كيكون لي سباس بحال هكا كي مورا الظهر كيتمحن تقل من عبقار تقل من غنسيس تقل ما راه قلت لك شي شي قال لي بلي عندك شيك ولا لا شي هاد لي سيتياسيون اللي شفنا اليوم راه كنشوفوهم من ديما هذاك الشيء علاش كنعطي الميريت للحركاس انا حيت حسن حيت حسن ما انا جاني حكا حركاس حسن من غانم حسن من بزاف من عبقار جون شفناهم كاملين حسن من سايس تناقش لا سايس تاو في الطوب ديالو كدوي على سايس ديال دابا الاداء لا كدوي على سايس ديال دابا لا اللي دوز سايس انا ما لا ما سايس حاجه معانا كورتو مزيان سايس وما انتقادات حاجه واللي دوز معانا حاجه سايس غير الريتم اللي كيلعب فيه دابا ما معاونوش مسكين ما كيلعبش حتى مع السات راه ما كيلعب ماتش اما لو نيفو اللي كان كيلعب به مع رومان سايس شي شو مع رومان او نيفو انا قلت العكس حمزه فهمني لا هو لا مروان داكوستا وما نساوش شادي رياض اللي باقي حتى هو بليسيو دابا لا بليسيو ديال شادي رياض حتى هي ما خليناش نشوفوه ما خليتناش نشوفوه هو المشكل المشكل التقوليه راه حتى هو عنده واخا حسينا ب الغياب ديال زياش اثر علينا حيت سوتو شحال هادي ما لعبنا بلا زياش زعما من ماتش جنوب افريقيا جو بونس ما لا شوف نعاود نقول لك نفس الهضره اخا انا باش نقولها ديما زياش في الطوب ديالو كان تيعاوننا بزاف دابا لا يرجع الفورم يقدر يعاوننا وي مرزوق خويا ما حسيت بيه ولا ما حسيت بيه بيان سور حسيت بيه لان تحسننا في طريقه اللعب بوزيتيفمون اه وي تحسننا في طريقه اللعب ما ولينا ديبوندون على حتى شي واحد ولينا بلوس موبيل كنتحركوا بزاف كنخلقوا لي زيسباس كندخلوا بها بلا ما فهمتيني ما ديبوندون على حتى شي واحد كره ما خصها ماشي بالضروره يدوز على واحد على واحد السيركوي على واحد البلاصه عاد باش فهمتيني ولينا بلوز افيكاس كاين شي امور اللي دوينا عليهم اخويا نبيل ولينا كنشوفوا بلاص ما نعتمدوا على زياش تما ولينا كنعتمدوا على واحد الحل هجومي اخر اللي هو رحيمي اللي ولا كيعطينا دي زيسباس ولا كيبروفوكي لينا لي فوت كيجيب لنا دي بينالتي في الان كونتر ان ولا كيعطي دي باس دي لاعب مختلف تماما ساهم بروفيل مختلف بروفيل اللي يلعب بلاصه زياش تمايا ساهم في ثلاثه ديال البيوت عنده ثلاثه المساهمات اليوم هادشي اللي بغينا شفنا كجواب على فهمتك شفنا زياش اللي ما عرفتش علاش اليوم حيد تصاوروا ديال ليكيب ناسيونال من انستغرام ما اخباريش اخباريش شي بقى لي هذاك الشيء وي زعما دبر راسو انستغرام وهذاك لا يدبر يدبر راسو مي علاش غندخلوا معاه حنا لا ما غندخلش كندوي على كابيتان ديكيب ديال ليكيب ناسيونال اللي نورمالمون كابيتان وحكيم يا خويا لا الاوفيسيال دابا باقي زياش رومان موراه زياش هادشي اللي كاين دابا باقي ما قالوش ما خرجش لي الركراكي في كونفرنس وقال لي راه حكيمي هو الكابيتان ديكي علاش غيخرج ويقول لك راه حكيمي هو الكابيتان ديكي في اجابه على هذا السؤال لان هذا سؤال حكيمي هو الكابيتان ديكي زياش واحد من العمداء ديال النهار غادي يكون زياش في المجموعه راه غادي يكون هو العميد فوالا هذا العميد اللي كندويو عليه هنا نورمالمون كيكون عميد فاش كيكون مع المجموعه تجيني ليش انا نقول لي واش الركراكي باقا غيعيط على زياش ولا لا ندوي معايا بحال هكا ندوي عليه بعد على زياش على الكومبورتمون ديال زياش هذيك حياته الشخصيه والكونت ديالو بيرسونيل يدير فيه اللي بغى اخويا نبي يدير حتى تصاوروا عليا
ولكن كندوي على واحد عميد يعني على الاقل سطوري لعب المنتخب قوه الدراري اللعيبات فين ما دارهاش في الماتش الاول يديرها دابا في هذا الماتش كندوي عليهم بجوج هذيك صاحبي وانت عارف عارف الحيتيات اللي كاينه على زياش علاش بغيتي تدخلنا في هذا الموضوع هذا نبي عرفت زياش شنو دار وعارف باقي نشوفوه ولا لا والله اعلم الله اعلم ها كامل الصحافه 300 الف صحافي ما سولتش الناخب الوطني تسولني انا انت فتاح انت القلب عامر فتاح انت باش قلبه باش قلبه زعما مسوفلي مسوفلي تقول زياش يكون اون فورم يرجع انا معاه بس لعب اللي عطاني الكثير تا هو اللي كيبنى سيمون واش مازال غيعطيك الا كان في لا فورم ديالو اخويا حمزه ورجع ويخدم ويكون مزيان يقدر يعاونك لا بقى بحال هكا لا انا مع سعيد الا رجع لا فورم ديالو بقى تيلعب في غلطة صاري ممكن يكون حل من الحلول خاص ما نسوش حكيم راه كان غير هو القوه ديالنا باش ما نكذبوش على راسنا راه 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 بغينا ولا قرانا راه عنده امباكت على المجموعه يا بوزيتيفمون يا نيجاتيفمون هادشي ما خصناش نيجليجيو هاد البوان كشخصيه شخصيه واش غتعاوننا التواجد ديال زياش مع هاد المجموعه الشابه ولا ما غيعاوناش خلي الكاليتي وخلي داكشي بعدا هادشي خصو دير راسه خصو يفكر فيه الناخب الوطني خصو قرار شجاع من الناخب الوطني يا بغيتي زياش يا ما بغيتي زياش مابقاش لا تنظن انا خويا تنظن اخويا حمزه اش بغيت نقول وانا تنظن وتحمل مسؤوليه القرار ديالك كيما دار دابا والي تنظن ما كانش باقي تيلعب ولا ماتش لا فورم دار ما عندوش باش يرجع ليكيب ناسيونال حنا بغينا دابا عندنا كوب دافريك بغينا نلعب اللي موجود اللي اون فورم اللي يقدر يعاونك زياش دابا وقت ما تيلعبش ما فرقش راه من شحال هادي هو ما تيلعبش هاد الدراري حتى راه كان كيجي هو ما كيلعبش شحال هادي هو ما تيلعبش وكيجي علاش دابا تبدل هاد الامور قلت لكم الله اعلم ما عرفتش وليني ما عمرنا غنساو كيف ما قال سعيد داكشي اللي دوز معنا الدري ولي ساكريفيس اللي دار الدري والتضحيات اللي دار هذاك الدري مسكين في الاول من البدايات ديال الكارير ديالو كيفاش اختار النخبه الوطنيه كيفاش اختار المنتخب الوطني وانت جاي هذاكشي كامل ما عمرنا نسيناه لزياش مبروك العناصر الوطنيه مبروك وشكرا للقبيه زعما القبيه في شهر ان شاء الله تجي لبرد برب شكرا خويا سعيد الله يكبر بك خويا حمزه شكرا بزاف اشرف العشران بكم بزاف